لبنان وقهوة الشعب مدينة جوجدة. درنا هذا المطعم الآسيوي اللي فيه 3 سبيسياليتي سوشي ووك ستاي. درتو برفقة صديق ديالي نصر الدين بن سويس شاف كويزيني ديال الأزياتيك. ومدينة جوجدة خصوصا أنه كتفتقد واحد المطاعم اللي في هذا المستوى. وقدمنا واحد يعني خدمنا على واحد الكاليتي اللي كنوجدوها لي كليون الناس ديال وجدة باش يكونوا يعني مرتاح يعني فرحانين بواحد المطعم اللي غادي يكون في حسن الظن ديالهم ان شاء الله. وكنرحبوا بجميع الناس ديال وجدة والناس ديال الشرق والمغاربه كاملين ويزورونا ويتعرفوا على الجوده ديالنا. السلام عليكم، معكم الشيف نبيل من مدينه وجدة دو ريستورون ازياتيك يسابيل نيجيري هاوس. و هي اول ريستورون كان تري كلاس و تري شيك. نتبناو كاع الناس ديال وجدة والناس ديال المغرب كامل مرحبا بهم عندنا. قررت ندير هذا البروجي انا و السي عدنان بوشيخي اللي فكرنا بانه يكون واحد شي حاجه اللي تكون عصريه اللي يستاهلوها ساكنة وجدة. نتمنوا انهم يزورونا ومرحبا بهم. بالنسبه للتوقيت ديال المطعم ديالنا من 12 جيسكا مينوي، دونك مرحبا بكم في اي وقت. وبالنسبه للخدمات ديالنا كاين سور بلاس، كاين لا ليفريزون ا دوميسيل، كاين لومبورتي افيك بون كاليتي.